مشاهدي الأفاضل، إذن معركة الجزائر والكاميرون الفاصلة الثانية المؤهلة للمونديال. هذه هي صور تأتيكم مباشرة من ملعب مصطفى تشاكال، مسرح المباراة التي ستكون بعد ساعة ونصف من الآن. دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان وسط حضور جماهيري غفير وغفير جدا، وهزيج كبيرة، دعم كبير بالنسبة للجماهير لهذا المنتخب من أجل حضور هذه المواجهة. ممن لم يسعفهم الحظ سنكون معكم مشاهدينا إلى غاية ما بعد منتصف الليل. إن شاء الله تكون مربوحة اليوم بهذه التشكيلة التي سيخوض بها جمال بلماضي هذه المواجهة. جماهير غفيرة مثل ما قلنا، غفيرة وغفيرة جدا، لا مكان لأي واحد هناك، ربما أكثر من المعتادة وأكثر من التذاكر المسموح بها، لاعتبار أن الكل الجزائري يريد أن يحضر هذه المواجهة الحلم، المواجهة الأمل لكل الجزائريين من أجل التأهل إلى المونديال. خلي المشاهد الكريم يسمع هذه الأهازيج اللي هناك في ملعب مصطفى تشاكال حتى يستمتعوا ونضعهم في هذه الأجواء. إذن التشكيلة الأساسية مشاهدينا التي سيخوض بها جمال بلماضي المواجهة سيكون تقريبا بنفس التشكيلة باستثناء رامي بن سبعين الذي سيعوضه يوسف عطال، وبنفس طريقة اللعب أو ربما التي سيلعب بها، هذا ما سنفصل فيه بعد قليل. لأول مرة يوسف عطال مع تشكيلة المنتخب الجزائري كظهير أيسر، بينما سيبقى مبولحي في الدفاع ويبقى أيضا على ظهير الأيمن بن عيادة. هذه الصور تحية من اللاعبين، كل اللاعبين وجمال بلماضي للجماهير لحضورهم، لأنه تعبوا والمشقة من كل الولايات وأيضا حتى من خارج الجزائر حبوا يحضروا هذه المواجهة الحلم مثل ما قلنا.